رجعنا تاني وهنتكلم النهاردة عن حاجة بسيطة جدا، بس هنبتدي ان احنا نشوفها بعين مختلفة خالص، وهي الفرق ما بين انواع المقاومات. نخش الجيم او نبتدي نتمرن في اي مكان، فبنلاقي بعض المقاومات اللي هي عبارة عن اجهزة، بعض المقاومات اللي هي بتكون اوزان حرة زي الدمبل وزي البار، بعض المقاومات المطاطية زي الاستك المطاطي. هل في فرق ما بين الحاجات دي؟ اه طبعا في فرق كبير جدا. الفرق الاولاني لو احنا بنتكلم على المقاومات المطاطيه، وابتديت ان انا اثبت المقاومه بالشكل ده مثلا واشتغل تمرين واحد زي تمرين البايسبس، تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. هلاحظ ان انا وانا شغال وماسك المقاومه بالشكل ده وبطلع بايديا لفوق، الحركه من هنا لهنا اسهل ما يكون، سهله جدا. طيب لو ابتديت ان انا ازود المدى الحركي من هنا لهنا ابتديت تبقى اصعب. طيب لو ابتديت اطلع لفوق اكتر هتبتدي تبقى اصعب، اذا ده الصعوبه بتزيد، كل لما بزود في طول الحبل المطاطي كل ما الصعوبه بتاعته بتزيد، يبقى اذا الحبل المطاطي ده تاثير الوزن عليا مش ثابت، هنا بيبقى خفيف، هنا بيبقى اتقل، هنا بيبقى اقصى ثقل ممكن اكون بحاول اتغلب عليه، فاذا المقاومه دي بتحقق لي حاجه هي مش موجوده في بقيه الانواع بتاعت المقاومات، لان لو ابتديت ان انا اشتغل بالدمبل، الدمبل ده 2.5 كيلو، ال 2.5 كيلو مش هتتغير من اول الحركه لنهايتها، لكن المقاومه المطاطيه هتتغير من اول الحركه لنهايتها، فتاثيره على العضلات بتاعي مختلف. طيب الحاجه الثانيه، في متغير ميكانيكي مهم جدا لازم ان احنا نفهمه، ان اجسامنا بتشتغل بحيله ميكانيكيه اسمها الروافع. يعني لو تخيلنا ان العظمه دي عباره عن عصايه، العصايه دي ميكانيكيا كل ما النقطه دي بتبعد عن الكوع كل ما الوزن بيكون اصعب عليا، لذلك لما بنلاقي ناس بتشتغل بدمبلز يبص يلاقي الجزء ده بيتحرك فيه بسهوله، الجزء ده بيطلع فيه بصعوبه ويرجع الوزن يبقى سهل تاني. طب ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ان الزاويه دي بيبقى حاجه اسمها ذراع المقاومه، مش هنخش في تفاصيل علميه عميقه، بس ذراع المقاومه في المنطقه دي بيكون قصير، فالوزن بيبقى تاثيره عليا خفيف ميكانيكيا، الوزن بيبقى تاثيره عليا خفيف. لما اطلع من الزاويه دي لحد الزاويه 90، الزاويه 90 ميكانيكيا هي اصعب زاويه عليا، مع ان الوزن ما اتغيرش خالص، لكن ميكانيكيا تاثير الوزن هنا عليا بقى كبير جدا. يرجع بعد ما اقلل الزاويه تاني يبتدي الوزن يرجع يبقى سهل تاني. فبص الاقي نفسي لما باجي اعمل التمرين ده بوزن تقيل تلاقي بعض الناس تعمل كده اهو وتروح طالعه بالعافيه. ايه اللي بيحصل؟ ان الوزن بيبقى بالنسبه له سهل في الاول، صعب في النص، سهل في الاخر. دي من الحاجات برضو اللي هنبتدي ان احنا نراعيها في بعض التمرينات، اللي انا عندي مدى حركي او منطقه في المدى الحركي بيكون فيها صعوبه اكبر من منطقه تانيه، فبالتالي ببتدي سهل، ببقى صعب في النص، برجع ابقى سهل تاني. طيب هنا هيبقى نفس الشيء بس هيبقى هيزيد عليا حاجه تانية. لو انا واقف كده بنفس الزاويه وابتديت ان انا اعمل تمرين البايسبس بالشكل ده هتطبق علينا نفس القواعد، برضه هيبقى سهل هنا، هيبقى في صعوبه كبيره هنا، هيرجع يبقى سهل هنا تاني. طيب لو حبيت ان انا اغير الزاويه بتاعتي، يعني لو ابتديت ان انا اشتغل من المكان ده واشتغل بالشكل ده، ده انا كده غيرت اتجاه المقاومه. كان اتجاه المقاومه في الفري ويت او في الاوزان الحره هو اتجاه الجاذبيه او الخط العمودي من الوزن للارض. يعني اي حاجه بشتغل فيها في مقاومه حره المقاومه هتكون بخط عمودي من الوزن للارض. طيب لكن بالنسبه للمقاومات اللي هي الوايرات هيبقى نفس خط الجهاز هو ده اتجاه المقاومه، فهنا اتجاه المقاومه اصبح مايل ما اصبحش عمودي على الارض، ده فرق كبير بيبتدي ان هو كمان يغير على تاثير المقاومه على عضلات. يا رب نكون اتكلمنا النهارده في حاجه مفيده ونشوفكم في حلقات جديده ان شاء الله. صباح الخير مشاهدينا في كل مكان مره تانية، ولسه مع حضراتكم في هذا الصباح، وبكمل مع حضراتكم النهارده مع زميلتي الاء حامد، والنهارده عمرو عبد المجيد معاكم في هذا الصباح. والنهارده السبت 6 مايو 2023. طبعا النهارده انظار العالم كلها بتتجه، والحدث الابرز هو تتويج الملك تشارلز على المملكه البريطانيه، وطبعا ده حدث يعني لم يحدث من 70 سنه منذ تولي الملكه اليزابيث الثانيه. والنهارده اهتمامنا
ايضا بالحدث، غير ان هو حدث عالمي ومهم جدا، هو ايضا مشاركه دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، طبعا مشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الحدث العالمي المهم، وده بعد وصوله للعاصمة البريطانية لندن. وأكيد هنتابع مع حضراتكم النهاردة على مدار اليوم ومباشرة من العاصمة لندن مراسم تتويج الملك تشارلز على المملكة المتحدة. طيب هنكمل أخبارنا مع حضراتكم، وخبر مهم، ظاهرة غير مسبوقة، وده بعد ما قال علماء الفلك أنهم رصدوا مؤخرا لحظة ابتلاع نجم متضخم لكوكب قريب، وده شكل ظاهرة غريبة لم تحدث من قبل. خلينا نتابع. شهد نجم يقع بالقرب من كوكبة العقاب تضخما طبيعيا غير متناسق جعله يبتلع الكوكب الأقرب له، وفقا لما رصده علماء فلك بعد مراقبتهم للمرة الأولى ظاهرة من هذا النوع. الباحث في معهد كافلي في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT والمعد الرئيسي للدراسة التي نشرت مؤخرا في مجلة ناتشر كيشالاي دي، قال إنه لم يكن ينقص علماء الفلك عند رصد تلك الظاهرة سوى ضبط النجم في هذه اللحظة تحديدا عندما يشهد كوكب ما مصير مماثلة. بدأ كل شيء عندما راقب كيشالاي دي بكاميرا خاصة من مرصد كالتيك نجما بدأ يلمع أكثر من المعتادة بمئة مرة ولمدة 10 أيام تقريبا، وكان يقع في المجرة على بعد 12,000 سنة ضوئية من الأرض. كان يتوقع أن يقع على ما كان يبحث عنه، وهو أن يرصد نظاما نجميا ثنائيا يضم نجمين أحدهما في المدار المحيط بالآخر ليمزق النجم الأكبر غلاف الأصغر، ومع كل قضمة ينبعث نور. قال عالم الفلك خلال عرض الدراسة التي شارك فيها معدون آخرون إن الأمر في البداية بدا وكأنه اندماج نجوم، ولكن تحليل الضوء المنبعث من النجم سيكشف عن وجود سحب من الجزيئات شديدة البرودة بحيث لا يمكن أن تأتي من اندماج النجوم. وفي النهاية تبين للفريق أن النجم المشابه لشمسنا أطلق كمية من الطاقة أقل بألف مرة مما كان لا يطلق لو اندمج مع نجم آخر، وأن هذه الكمية من الطاقة المكتشفة تساوي تلك الخاصة بكوكب مثل المشتري. وعلى النطاق الكوني الذي يحسب ببلايين السنين كانت نهايته سريعة جدا، إذ كان الكوكب قريبا جدا من النجم فقد دار حوله في أقل من يوم حسب ما يقول كيشالاي دي. وشرح عالم الفيزياء الفلكية في مرصد باريس BSL ميغيل مونتراجيس أن النجم يبتلع شيئا أبرد بكثير من سطحه بآلاف الدرجات، أي كما لو كان مكعب ثلج يوضع في قدر مليء بالماء في حال الغليان. وفي إطار هذا التفاعل أطلق النجم سحبا كبيرة من الغاز في الفضاء، ثم عاد ليبرد بعد ذلك لأشهر عدة ليتحول إلى سحب من الغبار. ويعتقد علماء الفلك أن مثل هذا الحدث قد يحصل مرات عدة في السنة في مجرتنا التي تضم ما لا يقل عن 100 مليار نجمة وربما القدر نفسه من الكواكب على أقل تقدير. اهلا بكم مشاهدينا بعد ما تابعنا التقرير. تخيلوا احساسكم واحنا في مدرسة وأولادنا في المدرسة بشكل عادي جدا وبيلاقوا دب موجود في المدرسة، وده بشكل عادي على فكرة، مش ان هي حصلت مرة واحدة. ده اللي حصل الحقيقة في احدى المدارس الابتدائية في ولاية ويست فيرجينيا، وتفاجأ مدير المدرسة بدب بيطل عليه من الجاربج باسكت او صندوق القمامة اللي موجود هناك، ولقى ان دب بيطل عليه برأسه من صندوق القمامة، وقبل ما يخرج ويهرب بعيد هم رصدوا الظاهرة. والحقيقة المدرسة دي بتعاني بشكل خاص من وجود الدببة او زيارة الدببة ليها بشكل متكرر، ومن هنا ده حرمهم او دفعهم لوضع اسوار واقفال لسد الطريق امام هذه الحيوانات. طبعا ظاهرة غريبة وحاجة غريبة ومش معتادة ابدا في اي مكان في العالم يعني. وتم التقاط الفيديو طبعا بواسطة كاميرا مثبتة في المدرسة، والمقطع طبعا انتشر، كان فايرل وانتشر بكثافة بشكل كبير جدا على كل السوشيال ميديا لانه اكيد يستحق المشاهدة.
دلوقتي وصلنا للعالم في صورة. العالم في صورة هنشوف فيه النهاردة نساء بريطانيات عملوا صمموا عرائس لمحاكاة مراسم تتويج الملك تشارلز اليوم ملكا على المملكة المتحدة، وده طبعا حدث بيستناه مش بس كل البريطانيين اللي جم من جميع أنحاء العالم للندن علشان يشاهدوا هذا الحدث العالمي الفريد التاريخي، لأنه فعلا ما حصلش من 70 سنة منذ تتويج الملكة إليزابيث الثانية. يعني لحظات فخر وفخر وطني وحب للوطن، ويعني وده زي ما وصفها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، وصف مراسم تتويج الملك تشارلز اليوم بأنها بتعد الأولى زي ما قلنا من 70 سنة، وبأنها لحظة فخر وطني عارم، ومن هنا اهتمام كل البريطانيين أنهم يشاركوا بيها، ومراسم ما أروع، وتكلفتها بيقال أنها وصلت من 50 إلى 250 مليون جنيه استرليني، في وقت بتعاني منه المملكة المتحدة من صعوبات وأزمات اقتصادية، وقت في التضخم وصل لأعلى مستوياته. ولكن على الرغم من ده، كل أنظار العالم تتوجه اليوم للمملكة المتحدة أو للعاصمة البريطانية لندن لشهد مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة القرينة كاميلا في كنيسة ويستمنستر أبي، وسط إجراءات أمنية مشددة في مختلف أنحاء البلاد. وطبعا التحضيرات لهذه المراسم كانت بدأت منذ شهور عديدة منذ وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وأكيد ده هنشاهده النهاردة، مراسم تتويج ما أروع، وبنشاهدها يعني أكيد إحنا وأجيالنا للمرة الأولى، لكن أكيد الأجيال السابقة اللي شاهدوا من 70 سنة مراسم تتويج الملكة إليزابيث الثانية هم أكيد استمتعوا بيها من 70 سنة. وأكيد هنتابع ده كله مع حضراتكم النهاردة بالتفصيل و لحظة بلحظة، خاصة طبعا لأنها بتكون بمشاركة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وطبعا مظاهر الفرح والبريطانيين الموجودين في الشوارع منذ أيام مش بس من امبارح، ومتواجدين في محور
الكنيسة، كنيسة ويستمنستر أبي، علشان يشاهدوا هذا الحدث وحفل التتويج للملك تشارلز والملكة القرينة كاملة. وطبعا وهم بالعربة الملكية وكل الأحداث والسيرمونيز دي عشان يشاهدوها النهاردة، كلهم طبعا مترقبين وفي فخر وحب وانتظار وشغف واهتمام كبير جدا. هنتابع ده مع حضراتكم زي ما قلنا النهاردة ودقايق، وهنكون مع حضراتكم في موجز الأخبار، وبعده هنكمل مع حضراتكم هذا الصباح.